بدنا نطلب بنت من هالبيت هاد؟ ماما، نحن بدنا البنت. جلنار، هذا ملعوب. صدقت التمثيلية؟ نحن ما رح ناخدها. يلا امشي امشي امشي. امسكني. هالمرة أكيد هنن. بنتي روحي افتحي الباب. هدول إلك. ليش معذب حالك؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. اتفضلوا لهون، شرفوا، تفضلوا. استغفر الله استغفر الله، تفضل. إليف روحي بوسي إيديهون. هات إيدك لبوسة. ما في داعي. العادات القديمة خليها تبقى بالضيعة. لسه ما كبرنا لهالدرجة. عمو شاهين؟ مساء الخير. لا تواخذيني بنتي، عم بزعجك. فكرة هون؟ فكرة مو هون عمو. إجا خبر من معمل بإزميت وراح مشان الشغل، وقال رح يبقى هنيك الليلة. بس إذا الشغلة ضرورية. لا بس حبيت أمرق لعنده شوي. سلميلي عليه. يلا بخاطرك. مع السلامة. يا الله، بس لو تلبسوا الخواتم وتخلصوا رح يوقف قلبي من خوفي ننكشف. إن شاء الله ما بيصير شي. شو عملتوا؟ سويتوا القهوة شي؟ ايه سوينا، بس شوفي هالفناجين كل واحد منظره شكل. ايه شو نعمل يعني؟ هذا اللي عنا. حطيتوا ملح بفنجان عزيز شي؟ ليش بقى؟ إذا شربة مالحة معناتها بيتحمل منك كل شي. ولك حاج بكفي بكفي بقى سهيلة. انت لا تتدخلي بالقصة. خلاص خلاص بكفي. عزيزون هو اللي بيقدر يساعدني. ما بدي تزعجني. شكرا لك. يسلموا بنتي. يسلم ايديكي. صحة وهنا.
شبك ابني؟ ما في شي ماما، شردقت بس. بدون ما نطول كتير بالحديث، أنا رح فوت بالموضوع. سبب زيارتنا لإلكن معروف، ما هيك؟ وشبابنا هون أخدين قرارهم، ونحن علينا أنه نطبقه. ولحتى نطبق العادات كمان جايين نطلب، شو بيقولوا؟ على سنة الله وعلى سنة رسوله كمان، طالبين إليف لابننا، ابننا عزيز، للزواج. ومثل ما حضرتك قلت، الشباب أخدين قرارهم وخالصين وناويين يمشوا إيد بإيد بطريق واحد. إيه، الحياة بتتطلب تضحية على طول، والشباب قرروا سوا يضحوا مع بعض للنهاية، وأنا كمان بحترم قرارهم هاد. الله يوفقهم مع بعض ويقدم لهم الخير. ايه، فيك تبوسي ايدنا. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليك بابا. شكرا. خلي إبراهيم بيك هو يلبسكن. طيب، شكرا لكم. يلا مدوا ايديكن الحلوة لشوف. امسكي هاي بنتي، ان شاء الله ألف مبروك عليكم. يلا أنا بفتح. خالي سهينة، لازم عقم جرح إيدي فورا. خالي أنت شو صاير لك؟ بحكي لك. شو عم بيصير هون؟ ما في شي، نحن هون لشغلة فيها خير. تعال وخلينا نحكي برا. تعال. وشو هالخير؟ يا الله، كل شي رح ينتزه. إليف، كيف بتعملي هيك شي؟ وانت كيف بتقبل بهالشي؟ شاهين؟
لا تواخذني عزيز، ما عم بقصدك إلك، بس ما بيصير، ما بيصير. طول ما أنك ابن هالرجال ما بيصير. انتبه على حكيك شوي. شو قصدك يعني بهذا الرجال؟ بابا انت كيف تحكيك معي؟ يلا جلنار قومي، خلينا نمشي بسرعة. ناس رجعية. بنتي إليف، ما أنك شايفة كيف عم يهينك؟ لسه من أول أو هيك عم يحكي؟ بدك تصيري كنتو؟ بكفي بقى. ما بكفي يا إبراهيم، ما بكفي. نحن ما راح نرتاح لحتى نخلص من هيك ناس. امشي خلينا نروح يلا. إليف لا تزعلي، أنا بترجاكي. خلص ما في شيء، هذا الشيء بيصير طبيعي. يلا روح، أمك زعلانة. يلا. عادي حبيبتي، يلا عادي، لا تزعلي بنتي. شو هالقصة يا؟ مع أنه قديش حاولنا أنه ما يصير شيء. إليف بعتذر منك، ما كنت بعرف أنه رح يجي خالي. مو ذنبك سهيلة، ومثل ما قال عمي إبراهيم هذا كان خيارنا وبدنا ندفع الثمن.